حروبا عديدة كانت تناضل من أجل التحرر والاستقلال، وتجاوز تأثيرها نطاق مصر والعالم العربي لتصبح رمزا لنضال شعوب عديدة في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية. أكد وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي أن شعب مصر العظيم بقيادته الواعية أصبح قادرا على صنع مرحلة جديدة من تاريخه تجسد إرادته الحرة وتفجر طاقته بعد قيام ثورة 30 من يونيو التي حمل لواءها الشعب ولبت نداءه القوات المسلحة. جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها القائد العام للقوات المسلحة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى 63 لثورة 23 من يوليو. يبدأ رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اليوم زيارة رسمية لدولة إيطاليا تستمر 3 أيام من أجل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. كان محلب قد غادر ملابو عاصمة غينيا الاستوائية بعد زيارة استغرقت يومين، نقل خلالها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس أوبيانغ نجوميا ودعوة رسمية لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، كما افتتح خلالها سفارة مصر هناك والتقى عددا من رجال الأعمال. بدأت صباح اليوم في الخرطوم أعمال الجولة 7 للجنة الوطنية الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبية بحضور وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا. من المقرر أن تبحث الاجتماعات التي تستمر لثلاثة أيام النقاط الفنية العالقة التي لم تحسم من الجولة 6 للمفاوضات والتي عقدت بالقاهرة أوائل الشهر الجاري بشأن عرض المكتبين الاستشاريين تمهيدا لتوقيع العقود. في الخرطوم من جديد وعلى مائدة واحدة يجتمع وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا، الدول الإفريقية الثلاث التي تسعى لحل نزاع دام فترة طويلة على اقتسام مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي. جولة جديدة من المفاوضات تستمر لثلاثة أيام يبحث خلالها الدول الثلاث وخبراؤهم النقاط الفنية العالقة التي لم تحسم في جولة المفاوضات السابقة التي عقدت بالقاهرة. أمام اجتماعات الجولة 7 لمفاوضات سد النهضة أكدت مصر على أهمية عامل الوقت لإنجاز الدراسات الخاصة بسد الألفية الكبير، خصوصا أن مصر والسودان دولتي المصب ستتأثران بشكل أو بآخر ببناء السد وفقا لدراسات أولية. وزير الري المصري الذي يحضر اجتماعات الخرطوم أكد أن مفاوضات الجولة 7 تستهدف استكمال ما تم إنجازه وما تم التوصل إليه في اتفاق المبادئ الذي وقع في مارس الماضي بين قادة الدول الثلاث، اتفاق حدد خارطة طريق واضحة تسير عليها الدول الثلاث من أجل تدعيم المنفعة المشتركة بينها. يبدأ بدراسة عرض المكتبين الاستشاريين المختصين بتنفيذ دراسات السد الفنية وتأثيرها على دولتي المصب المحتملة، ثم التوصل إلى اتفاق بشأنها تمهيدا لتوقيع العقود وبدء العمل في تنفيذها. 7 جولات من المفاوضات مستمرة منذ ما يقرب من العام بين القاهرة والسودان وأديس أبابا حول ملف سد النهضة، يحاول فيها وزراء وخبراء الدول الثلاث تقريب وجهات النظر من أجل تحقيق مصلحة شعوبهم وعدم المساس بها. رضوى معتمد، النهار اليوم. للتعليق على هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الإفريقية. تحياتي دكتور أيمن، وسؤالي ماذا يمكن أن تسفر عنه الجولة 7 والهامة باختيار المكتبين الاستشاريين؟ يعني نتمنى أن تنتهي هذه الجولة باتفاق حول التعاقد النهائي مع المكتبين الاستشاريين لإجراء الدراسات المتعلقة بسد النهضة، لأننا ما زلنا في مرحلة يعني التفاهم مع هذين المكتبين للوصول إلى تعاقد، وأعتقد أن الوقت ليس في صالح مصر، وأن إثيوبيا يعني تريد أن تفرض علينا نمطا من المفاوضات الماراثونية بمعنى استهلاك الوقت في يعني التفاهم حول شروط التعاقد ثم يعني تحديد مكتب محاماة
التعاقد مع المكتبين الاستشاريين واطاله امد الدراسات الى اطول فتره ممكن، اطول فتره ممكنه، باعتبار ان يعني مضي الوقت دون انجاز هاتين الدراستين، معناه ان اثيوبيا تكسب الوقت وتكسب المزيد من اوراق الضغط في مقابل يعني تقليل اوراق الضغط والفرص المتاحه امام الجانب المصري. طيب يعني سؤالي بشكل محدد دكتور ايمن، يعني في اطار الجوله السابعه هل يمكن ان تخرج التفاوض بشان هذا السد عن اطار الدبلوماسية او الاطار السياسي او اطار التشاور، طبقا طبعا لنعلم انه هناك مفهوم او وثيقه اتفاق ثلاثيه ما بين مصر والسودان واثيوبيا تم توقيعها منذ شهور؟ اتفاق اعلان المبادئ الموقع في مارس الماضي كان يعني هو بمثابه يعني الاطار المرجعي لاي اتفاقيات يتم الوصول اليها مستقبلا. هو اطار مرجعي يتكون من 10 نقاط، هذه النقاط العشره ستكون هي الاساس لاي معاهدات او اتفاقيات تفصيليه في المستقبل. وبالتالي اعتقد ان مساله مناقشه هذه النقاط العشره غير مطروحه في الوقت الراهن. المطروح الان هو كيفيه التعاقد الفعلي مع المكتبين الاستشاريين. ومصر يعني تهدف الى او تتوقع ان تكون نتائج هذه الدراسات في صالحها، وان تكون هذه النتائج ملزمه للجانب الاثيوبي بحيث يلتزم بها. امامنا الان فرصتان، هما مستوى التخزين بالعوده الى مستوى التخزين الاول بدلا من 74 مليار متر مكعب الى 14 مليار متر مكعب مثلما اعلنت اثيوبيا في البدايه منذ العام 2011. هذه فرصه اولى. الفرصه الثانيه هي عدد سنوات التخزين، لانه كلما طالت عدد سنوات التخزين كلما كان هذا الامر صحيح دي نقطه لصالح مصر، وكلما قلل ذلك طيب من الاثار الجانبيه للسد على مصر. اذا انضمت الجوله دي جوله السابعه لسابقتها جولات الست الباقية بعدم خروج، لن نقول بفشل، بعدم خروج النتائج التي من أجلها يتم انعقاد هذه الجولات، ماذا سيكون التصرف المصري؟ نحن نريد أن يكون هذا الملف شأنا رئاسيا في المقام الأول، بمعنى أنه كلما تلقي أو كلما ألقت مؤسسة الرئاسة بثقلها خلف هذه المفاوضات كلما أنجزنا. وقد رأينا ذلك في بيان النقاط السبع في مالابو في يونيو 2014 عندما التقى الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي، وجدناه أيضا في اتفاق إعلان المبادئ في مارس الماضي. وبالتالي أعتقد أن مؤسسة الرئاسة يعني تتابع هذا الأمر جيدا، وأنها سوف تلقي بثقلها وراء هذه المفاوضات لدفعها قدما إلى الأمام في حالة تعثر الوصول الى اتفاق مع المكتبين الاستشاريين، لان الوقت ليس في صالح. صحيح صحيح. بشكرك جزيلا دكتور ايمن شبانه استاذ العلوم السياسيه بمعهد الدراسات الافريقيه، تعليقا على بدايه الجوله السابعه للخاصه بسد النهضه بين مصر والسودان واثيوبيا.